وينضم إلينا مباشرة من بغداد الأكاديمي والسياسي المستقل ورئيس المركز الإنمائي العراقي الدكتور ليث شبر. دكتور ليث، أرحب بك معنا إلى هذه النشرة. بداية، هل تعتقد أن الأحزاب الكردية المختلفة ستتفق بعد الاجتماع الذي رعته الأمم المتحدة لحلحلة الخلافات والمعوقات بين الأطراف المتقاطعة في الإقليم؟ أولا شكرا لك سيدتي وتحياتي لكم ولجمهوركم الكريم. بلا شك يعني المعادلة السياسية في العراق والعملية السياسية في العراق دائما تحتاج إلى حوارات دائمة، ونحن دائما ندعو إلى تواصل هذه الحوارات سواء بانسداد سياسي أو عدم وجود انسداد سياسي، لأن الأوراق هذه العملية السياسية مبنية على أساس مشكلات كبيرة في واقع العراق، مبنية على أساس النظام السياسي الحالي منذ 2003 لحد هذه اللحظة. ولذلك نعتقد أن الحوار الجاري بين الأطراف الكردية هو حوار مهم، ودخول الأمم المتحدة واليونامي في هذا الموضوع هو أيضا دخول جاء في وقته بعد وصول الأطراف المتصارعة سواء كان في المكون الشيعي أو المكون الكردي إلى حالة انسداد كاملة في موضوع الترشيح وتشكيل الحكومة وتحقيق النصاب البرلماني. بالعكس، نعتقد أن الوقت مناسب جدا اليوم لبدء هذا الحوار. أنا أعتقد وحسب المعلومات التي لدي أن الحوار أعمق من موضوع يعني اختيار رئيس جمهورية أو تشكيل حكومة. الحوار أعمق أيضا من موضوع اتفاق بين حزبين مهمين في كردستان. أنا أعتقد أن اليوم هذه المباحثات تدور حول معاهدة طويلة الأمد، أو هو عبارة عن اتحاد أكثر منه اتفاق، وبالتالي نحن نرحب بهذه يعني هذه المعاهدة أو الاتحاد الذي تتحدث عنه سيد ليث. على حد معلوماتك التي ذكرتها، تتعلق فقط في الأوضاع الكردية أم في العلاقة بين إربيل وبغداد أيضا؟ لا، هو الأساس اليوم في كردستان وتعتمد أيضا حتى على الخلافات بين الطرفين هو موضوع العلاقة بين بغداد وكردستان، بين بغداد وأربيل، بين بغداد وسليمانية إذا يعني كان هذا التعبير صحيح. لذلك نحن نعتقد أن الحوارات، ومثل ما أيضا وصلتنا المعلومات، كانت مترامية الأطراف، ويعني كل هذه المواد ذكر فيها. طيب، موضوع العلاقة مع بغداد تمتلكه مبنية على أساس المتحدة دكتور كي يعني تدعم هذه المعاهدة أو تجعلها تحقق نتائج إيجابية؟ أنا أعتقد بعد إحاطة السيدة بلاسخارت الأخيرة في مجلس الأمن، وبعد يعني هناك تخوف دولي من أن أوراق العملية السياسية بدأت تتهاوى، وبالتالي ضرورة أن يمارس مجلس الأمن والأمم المتحدة واليونامي يعني خلينا نقول ضغط كبير على هذه القوى السياسية بأن الأمور وصلت إلى مراحل خطيرة كما بيّنت بلاسخارت في إحاطتها. هناك مخاوف من فشل هذا النظام السياسي ومن يعني انتهاء هذه العملية السياسية، وبالتالي يعني يعتقد المجتمع الدولي أن الوقت ليس مناسبا لتغيير العملية السياسية في العراق، وهناك حاجة ملحة لترتيب أوراق العملية السياسية من جديد بالطريقة القديمة، ولكن بتفاهمات صحيحة مبنية على حقائق ووقائع من دون القفز عليها. بما أننا نتحدث عن العملية السياسية دكتور ليث، قضية الترشح لرئيس الجمهورية إلى أين تتجه؟ إلى صوب الديمقراطي الكردستاني أو الاتحاد الوطني؟ والله الظاهر وحسب ما يعني نسمع من هنا وهناك أن هناك تقارب في الذهاب إلى مرشح توافقي، لكن هم حتى هذه اللحظة لم يعني تثر هذه المسألة بالأسماء. لكن أنا أظن أن الطرفين سيذهبان إلى رئيس توافقي. هناك شخصيات موجودة في يعني رشحت لرئيس الجمهورية لمنصب رئيس الجمهورية في البرلمان، مثل الدكتور لطيف رشيد، هو كان أيضا عضو في الحكومة السابقة، كان مستشار الأول في رئاسة الجمهورية،
ممكن أن يكون يعني الدكتور لطيف هو خيار توافقي، ممكن أن يتم يعني البدء من جديد بحوار مع ترشيح دكتور برهام أيضا. يعني أنا أعتقد أن الذهاب إلى مرشح توافق اليوم هو الأسلم. طيب. لأن تأخذ الأطراف الأخرى من الجهات الأخرى أيضا تأخذ موقف صحيح. طيب دكتور، هل أن الانفراجة المنتظرة في الإقليم ستنعكس بالضرورة على الانفراجة في بغداد؟ ستعاود المحادثات بين الأطراف السياسية في بغداد إذا ما اتفق وفد كردي موحد وجاء إلى بغداد؟ المشكلة يجب تجزئتها. اليوم المشكلة في العراق يعني خاصة في موضوع تشكيل الحكومة وفي ما بعد، خلينا نقول ما بعد الانتخابات، وهي مشكلة دائمة يعني كانت تحدث ما بعد كل انتخابات شهدناها خلال هذه العملية السياسية منذ 2003 حتى هذه اللحظة. وأظن تجزئة المشكلة ومعالجة كل مشكلة على حدة يعني سيسهم أيضا في حل المشكلة الكبرى. لكن بصراحة الأكبر مشكلة اليوم تواجهها هذه العملية السياسية هو في الصراع الموجود في المكون الشيعي الممثل سياسيا بالإطار والتيار وقسم من القوى المستقلة. هذه هي المشكلة الكبرى اليوم، لأن يعني لكل طرف مشروعه الخاص ولا يعني لا يرضى بالتنازل عنه، لدى الصدر مشروع ما يتحدث عنه بوضوح ولدى الإطار. ألا تستطيع أن تتدخل الأمم المتحدة وتدعم حلحلة المواضيع فيما بينهم كما فعلت في أو ما بين الأحزاب الكردية؟ يعني خليني أتحدث بصراحة، الكرد والسنة السياسيين أكثر تقبلا لدخول الوساطات في العملية السياسية، وبالتالي تلقيهم أكثر تفهما. نحن نعتقد أن السياسيين الشيعة حقيقة من المكون الشيعي صعبين في موضوع يعني الانفتاح على المبادرات الخارجية، حتى لو كانوا يستمعون لكنهم صعبين في التقائهم مع المبادرات الخارجية. لذلك أعتقد ستجد بلاسخارد صعوبة في موضوع الدخول مع يعني الأطراف المتصارعة في المكون الشيعي. أمتن كثيرا على حضورك معنا مباشرة من بغداد، الأكاديمي والسياسي المستقل ورئيس المركز الإنمائي العراقي الدكتور ليث شبر، شكرا جزيلا لك.